وقد توجت جلسات هذا الحوار التي انطلقت تحت إشراف السيد رئيس الحكومة منذ 30 نوفمبر 2023 إلى غاية 10 جانفي 2023 بعدة مخرجات، وهي كما يلي: أولا، تجميد العمل بالنظام الأساسي، حيث أصدرت الوزارة في فاتح جانفي الجاري مذكرة تتضمن التوجيهات اللازمة للمسؤولين المركزيين والجهويين والإقليميين بإيقاف العمل بكل مواد مقتضياته وعدم إصدار مراسمه وقراراته التطبيقية إلى حين الانتهاء من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي المحددة مدتها في 15 يناير كحد أقصى، ووقف جميع الإجراءات التي باشرتها مؤخرا مصالح الإدارة تطبيقا لمقتضيات النظام الأساسي. ثانيا، تعليق الاقتطاعات من أجرة شهر دجنبير بالنسبة للأساتذة الذين التحقوا فعليا بأقسامهم الدراسية قبل العطلة البينة أو سيعودون إلى فصولهم في بداية هذا الأسبوع تبعا لمخرجات الاتفاق الموقع يوم أمس. ثالثا، الاتفاق على حذف العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي واعتماد تلك الواردة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية. رابعا، إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم بمبلغ شهري صاف حدد في 1500 درهم يصرف على قسطين، الفاتح يناير 2024 وفاتح يناير 2025. وهذه الزيادة تتمثل تقريبا 30% من أجرة الأستاذ في بداية مساره المهني. خامسا، منح تعويضات أو الزيادة فيها لعدة فئات ومعالجة ملفات فئوية عالقة لعدة سنوات. سادسا، رفع من مقدار التعويضات عن الساعات الإضافية وكذا مقدار التعويضات عن التصحيح. سابعا، رفع من مقدار التعويض المخصص للرتبة في الدرجة الممتازة وتقليص سنوات الترقية في الرتبة بالنسبة لكل الأطر. ثامنا، مواصلة العمل خلال هذا الأسبوع على دراسة والمصادقة على مقترحات تعديل بنود النظام الأساسي التي ليس لها أثر مالي. وتاسعا، الالتزام بأجراءات ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق تعميم مؤسسة الرياضة سنة 2027 مع ما يتطلبه ذلك من خراط كافة نساء ورجال التعليم من أجل إصلاح هذه المنظومة والالتزام بضمان أجواء السلم الاجتماعي في أفق سنة 2020 ضمانا للتفعيل الأمثل لهذا المسار الإصلاحي الشامل.